السلام عليكم أخواتي وإخواني، كديرين؟ لاباس عليكم، عيدكم مبارك سعيد. وخا جا معطل ولكن أنا كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحة وطولة العمر وبكل ما تمنيتوا إن شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء اللي صراحة بسببه عشنا أجواء العيد اللي صراحة ما عجبتناش، ولكن الحمد لله على كل حال. الله يرحم موتانا والله يشافي كل واحد مريض. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو جديدة في القناة، قناة الأم حسناء، غنبارطاجي معكم الفطور البسيط المتواضع اللي وجدت لوليداتي. صراحة كلشي مبارطاجيه معكم في القناة باستثناء الغريبة ديال البهلة وغريبة ديال الكوكو السميدة والعصير اللي كنت وعدتكم في رمضان انني غادي نبارطاجي معكم، اللي كيعطي كمية كثيرة صراحة وبطريقة زوينة وسهلة، وكيجي بحال العصير ديال كناخدو من الحوانت. بالنسبة للبهلة شاهدوا معي الفيديو حتى النهاية باش اكتشفوا اسرار النجاح ديالها من اول استعمال، ما فيها لا تعب لا عناء لا حتى شي حاجة، وحتى غريبة ديال السميدة والكوك. المهم غنبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرفوه عن تجربة واللي كتصدق ليا بهاد الحلوة هادي، فما تمشيو فاين، بقاو معايا وشاهدوا الفيديو حتى النهاية، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. اذا نبداو على بركة الله، اول حاجة غنبداو بها هي الغريبة ديال البهلة. بالنسبة للمقادير اللي انا دايرة بامكانكم ما تقيدوش بهاد المقادير، لان انا دايرة غير لاطا، انتم بامكانكم تضبلوا المقادير الا بغيتوا ديروا اكثر، يعني كميه اكثر. كما كتشوفوا حنا في هذه الاجواء ما كنمشيو عند حد، ما غيجي عندنا حد، يعني كندير غير الكميه اللي غتكفيني. هنا عندي كاس ديال الزنجلان ديال العنبه، كلشي بعبار كاس العنبه، كاس العنبه ديال الزنجلان عامر اللي بطبيعه الحال تنقيوه مزيان، تنغسلوه تنشفوه تنقيوه مزيان، لا تكون فيه شي حجر ولا شي حاجه. كنحمروا هكا في المقله، تقدروا تحمروه حتى في الفران، وكنبداو نحركوه بدون توقف على عافيه اللي تكون مهيله، يعني متوسطه تقريبا. ملي كتكونوا هكا كتحركوا ماشي ضروري انه ياخذ اللون، راه يتحمر هو في هذا اللون ديالو الاصلي. غتبقاو تهزوا يعني ديروا بين سنانكم شي حبات، الا تقر مشات ليكم وتهرسات هكا بسهوله صافي راه تحمر، كتحيدوه ما تخليوش ياخذ اللون ويتحمر اكثر. راه ملي كطحنوه اولا ملي كطيبوا به راه كيجي مر، كيعطي له قود المروره وكيجي غالب في هذيك يعني الحاجه اللي غطيبوه فيها. بالنسبه هنا نبداو على بركه الله المقادير ديالنا، يعني غندير معكم بالتطبيق مباشره. عندي هنا كاس ديال العنبه، الا شفتوا هذا الكاس هذا انا عارفه الكاس ديال العنبه، القياس ديال العنبه في هذا الكاس هذا اللي عندي. هنا عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت. بالنسبه للزبده غناخذ انا هذه الزبده ديال البواطه، كيجي فيها ناجح حسن صراحه من الزبدات الاخرين. عندكم الحيوانيه تقدروا ديروها تكون في حراره المطبخ، حاولوا يعني انا كنفضل ما ندوبهاش حراره المطبخ، هكا كتجيني احسن. بالنسبه للمارغرين صراحه ما صدقتش ليا بها زوينه، لهذا كنتفاداها من الافضل هادي. غناخذ اللوز ديالي بطبيعه الحال اللي غادي نهرمشو، من الافضل يكون هكا يعني ما يتطحنش يتنيل كامل، تخليو شي حاجه فيه مهرمشه باش كتجي ديك التقرميشه في البهله. هنا كيف كتشوفوا بقاو ليا شي حبات حيت ما بغيتش نيلو، غنحيد دوك الحبات حتى نعاود نطحنهم مع الكميه الاخرى. هنا غادي نضيف الملح باش ما ننساهاش، لان قبصه ديال الملح مهمه في الغريبات، مهمه صراحه قبصه الملح كتعطي تدير توازن ديال هذاك ديال المذاق ديال اللوغو. صراحه ما تديوش عليا لان ما حطيتش المقادير كلها، لان حتى 12 الليل كيف ما قلت لكم عاد بديت كنصايب في الحلوه، يعني ما عنديش الوقت، كنحط كل شيء قدامي كل شيء يعني صراحه روينه، ولكن راني بارطاجيت معكم داكشي كيف ما كنديرو، والنتيجه راكم غادي تشوفوها مباشره. بالنسبه للوز تقدروا تعوضوه بكاوكاو، تعوضوه بكاس ديال الكاوكاو اللي كتحمروه في الفران وكتفسخوه القشره ديالو كطحنوه بنفس الطريقه، وتقدروا ديروا جوج كيسان ديال الزنجلان فقط في هذه الكميه اللي عطيتكم. تقدروا ما ديروا لا لوز لا كاوكاو وكتجي هائله في المذاق. كاس ديال الزنجلان طحنوه نيلوه مزيان، وكاس خليوه هكاك حبوب، هكا تجي رائعه. المهم انا كندير هادو هما المقادير اللي كنعتمد بزاف، لان كنبغي داك لوغو ديال اللوز بالقشره ديالو، من الافضل ديروه بالقشره كيعطي لوغو هو خطير احسن من انكم تفسخوه. غناخذ زنجلان نصف الكميه، يعني كاس عامر ديال العنبه نصف الكميه غادي نديرها هكا صاينه حبوب، ونصف الكميه غادي نطحنها نيلها. كتعطي صراحه ريحه الزنجلان رائعه.
انتما كي كتشوفوا راني نيلت هاد نصف نصف كاس. من اسهل ما يكون كتوجد بالزربه، يعني انا ما خدتليش الوقت نهائيا. هنا القرفه مهمه، القرفه في البهله. هنا غادي ندير في هاد الكميه اللي عندي كيف ما قلت لكم مقادير مضبوطه، عندي نصف ملعقه صغيره. انا كتحمقني لوغو ديال القرفه في البهله، يمكن نحاول نخلط العناصر ديالي. غادي نضيف كاس قل معلقه كبيره ديال سكر سنيده، كاس ديال العنبه غتنقصوا منه معلقه كبيره ديال سكر سنيده. هذيك كتجي الحلاوه يعني عاديه، ما حلوش بزاف وماشي مسوس، كيجي رائع. على حسب الحلاوه بطبيعه الحال كتبقى على حسب الذوق. انا هذه هي المقياس اللي كندير باش يجي مضبوط ومزيان. بالنسبه للدقيق عينكم ميزانكم. انا هنا راني خلطت معاه جوج خمارات من وزن 8 غرام. بالنسبه صراحه تقطع لي لا فيديو ديال الدقيق كيف ما قلت لكم، جوج خمارات من وزن 8 غرام. كيف ما كتشوفوا كتحصلوا على هذا القوام، هذا خاصها تجي مرمله، ولكن ملي كتجمعوها بين يديكم كتجمع. هانتوما كي كتشوفوا معايا هذه هي البهله اللي كتفشخ وكتجي زوينه. انا كنبغيها شي شويه تجيني هكا رقيقه. نتوما بامكانكم ما يعني بهذيك الراحه ديال اليد ما تضغطوش عليها، تخليوها مقبه شويه باش كتجيكم منفوخه ومفشخه في نفس الوقت. انا كيعجبني صراحه تجيني هكا، يعني تجيني هكا مبسطه، ما تجينيش هكا منفوخه وغليظه، وراه كتعطي نتيجه هائله سواء ضغطوا عليها اولا ما ضغطوش عليها. المهم رانا كيف ما كتشوفوا الكميه ديالي كتجي ساهله انكم تحربلوها ديروها كتكوروها، يعني واخا هي مرمله راه لاستيس ديك داك انها تكون مرمله وتدوروها غير بالراحه ديال اليد وتضغطوا عليها الا كنتو بغيتوها بالشكل اللي انا بغيتها. بغيتوها تجي منفوخه وهكا مكركبه ومفشخه ما تضغطوش عليها بزاف، يعني غير واحد شويه صافي. نكمل الكميه ديالي. الفران راه تي سخون، خصو يكون سخون مزيان، وغادي تنقصوا عليه العافيه ملي غتدخلوها وتحطوها لتحت، يعني العافيه تكون من الفوق حتى كتفشخ عاد كتطلعوها تحمر. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الغاز اولا كتشعلوا ليها من الفوق حتى كتبدا تفشخ عاد كتشعلوا ليها من التحت وتطفيو الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الضو كتسخنوه على 200 درجه، ملي كتدخلوها كتنقصوا حتى ل 160 درجه وتخليوا ليها العافيه من الفوق. كيف ما كتشوفوا عندي هي في الفران. بالنسبه ديال الضو ملي كتفشخ لكم كتعاودوا تشعلوا ليها من التحت. المهم هي هذه البهله ديالي كيف ما هانتوا شوفوا النتيجه على عينيكم رائعه، والمذاق والريحه ما نعاودش لكم ولا اروع. غتجربوها ان شاء الله وغادي تنجح معكم من اول تجربه. ما تحرقت لي من التحت ما حتى شي حاجه، سمحوا لي ما وريتكمش من التحت، ولكن راها محمره يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب. بعد هاد القضيه هادي ديروا في بالكم ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني اون فوا كتفشخ صافي راه كتشد راسها ومهرمشه وهشيشه صراحه غزاله. كنتمنى تجربوها. بالنسبه للغريبه الثانيه، الغريبه ديال السميده والكوك، محبوبه الجميع صراحه. غادي نديرها معكم بالزربه، ما كنتش اولا نديرها ولكن وليداتي بغاوها ليا، غادي نديرها معكم وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. كيف ما كتشوفوا هنا خديت البرتقاله اللي حكيت لها القشره ديالها غير الفوقانيه، ديك القشره الرقيقه تقدروا تعوضوها بحامضه حتى هي تحكوها، والا ما عندكمش لا ليمون لا حامض، يعني لا برتقال لا ليمون حامض، ديروا ساشيه ديال الفاني. فهاد المقادير اللي غنعطيكم، عندي هنا ثلاثه ديال البيضات اللي يكونوا كبار، يكون حجم يكون كبير ما يكونوش صغار، ما يكونوش صغار صراحه، الا كانوا صغار ديروا ربعه. هنا قبصه ديال الملح، عندي كاس حتى هو قل معلقه كبيره ديال سنيده، عندي هنا حتى هنا كاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت. نعاود المقادير، ثلاثة ديال البيضات كبار، قبصة ديال الملح، قشرة ديال البرتقالة أولا حامضة أولا ساشية الفاني اللي بغيتو اللي كان متواجد عندكم، وعندي كاس ديال العنبة نقصو منه معلقة كبيرة، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، زيت المائدة، وكنضيفو هنا معلقة ديال الكونفيتور ديال المشماش، نوريه لكم هانتوما كي كتشوفو ديال الحلويات، معلقة كبيرة تكون عامرة تعطي ديك التعليكة. صافي كنخلطو العناصر ديالنا مزيان حتى كتنسجم هكا بيديا، كنستخدم أنا غير يديا. خدمة ديال الناس زمان صراحه، خدمه اليد هي اللي كتبرد القلب.
هنا بالنسبة للكوك عندي رابعة ديال الكوك. أنا صراحة تكون الكوك المزيان البيض اللي تيكون ميدم كتقيسيه بيدك تتلقاي الزيت في يدك، هذا هو الكوك اللي مزيان. وهنايا أنا ما طحنتوش لأن صراحة ما عنديش الوقت، وأحنا كيعجبنا واخا ما يكونش مطحون نتوما طحنوه، طحنوه شوية ما تخليوش هكاك الله يطحن، حاولوا تطحنوه مزيان باش يجيكم حسن. أنا ما طحنتوش لأن ما عنديش الوقت صراحة مشاع ليا الحال. المهم هنا عندي 250 غرام يعني رابعة ديال الكوك. وبالنسبه للسميده تكون هي النوعيه المزيانه ديك الصفراء، ما تاخذوش ديك البيضاء، خذوا الصفراء اللي كتكون ديال الحرشه اللي كنديروا بها الحرشه والبغرير. مهم كيبقى عينكم ميزانكم السميده. نقول لكم واحد القضيه الاخوات، بالنسبه للسميده والدقيق ما تقدروش تعرفوا المقادير المضبوطه، لان السميده كاين اللي كتشرب كاين اللي ما كتشربش، الدقيق نفس الشيء كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. لهذا دائما حاولوا تشوفوا غير الكثافه ديال العجينه وحاولوا توصلوا لديك الكثافه. كيف ما كتشوفوا هنا راه عيني ميزاني، كنهز كاس بكاس عيني ميزاني حتى كنوصل لذاك القوام العجينه اللي تكون ماشي يعني ناشفه وفي نفس الوقت ما كتلصقش ليا في يديا، الا كورتها ما تتلصقش ليا في يديا. من بعد ما جمعتها عفوا نسيت ما قلت لكمش عندي خماره، تنديروا خماره من وزن 8 غرام يعني ما صورتهاش معكم انا مع الزربه والروينه ما صورتهاش معكم، ولكن خماره وحده من وزن 8 غرام. وعندي هنايا غادي ندير شويه ديال ماء الزهر، بالنسبه اللي ما بغاش لوغو ديال ماء الزهر ما يديروش، انا كيعجبني صراحه لوغو ماء الزهر، كندهن به يدي عاد كنبدا نكور في الحلوه ديالي الغريبه ديالي. وعندي سكر كلاصي، راه غتلاحظوا بان الوقت ما عنديش حتى سكر كلاصي ما غربلتوش، بقى هكاك مكركب ولكن غادي نقضي به، ما عنديش الوقت اللي غيغربلو. وانتم غربلوه باش يجيكم ساهل باش تحربلوه. المهم كنكورو هكا العجينه ديالنا، الكويرات على حسب الحجم اللي بغيتو، دائما الغريبات الحجم اللي نتوما باغيينو. دائما كندهني يديا بماء الزهر، هانتوما شوفوا العجينه يعني كتكور بسهوله وما تتلصقش يعني في يديك. صافي كنبداو نفندوها هكا في سكر كلاصي ونحطوها في اللاطه ديالنا. نكمل هذه الكميه كامله بنفس الطريقه ونرجع لكم. المهم كيف ما كتشوفوا راني كملتها، كنحاول نضغطها هكا غير الابهام ديالي كنحاول نضغط عليها. تقدروا نتوما تبسطوها بيديكم بالراحه ديال يديكم، تحاولوا هكا تضغطوا عليها واحد شويه، انا كنبغيها هكا تجيني هكا منفوخه غليظه. المهم من بعد ما طابت بنفس الطريقه باش طيبت البهله غادي طيبوا بها حتى الغريبه، الفران يكون سخون والعافيه من الفوق حتى كتبدا تفشخ، يعني كتفشخ لكم. حاولوا ما هذه ما كتاخذش الوقت يعني دغيا تطيب، حاولوا ما تخليوهاش لان داك السكر كلاصي كيتكاراميليزا كيولي اللون ديالو يعني مغلوق وتي بحال كيتحرق، يعني من الافضل انه يبقى في اللون ديالو بحال هكا كما كتشوفوا. المهم هذه هي النتيجه ديال الغريبه ديالي. دابا غادي ندوز باش نشارك معكم العصير اللي وعدتكم به. بالنسبه للعصير اللي كنعتمدو بزاف انا كيف ما كتشوفوا هنايا عندي جوج برتقالات وحامضه اللي جمدتهم في المجمد حتى جمدوا كيف ما كتشوفوا. لاسيوس ديال هذا العصير انك تطحنيه هذا الشيء وهو جامد، يعني تخليوه غير شويه باش تقدروا تقطعوه صافي وتطحنوه. انا خرجته غير شي 10 دقائق بحال هكا صافي بديت كنقطع فيه. كيف ما كتشوفوا كنحاول نحيد غير داك الا كان شي عظومه ديال البرتقال وديال الحامض، الا كان شي حاجه زايده كنحيدها. بالنسبه للحامض وهذا اللي كنديروا في هذا العصير، خاص تاخذوا داك الحامض ولا البرتقال اللي تكون القشره ديالو كيف ما كتشوفوا معايا هنا، شوفوا انت القشره رقيقه ورطبه من الفوق تكون ملسه، هذا هو اللي كيجي في هذا العصير. ما تاخذوش داك البرتقال اللي كتكون قشره غليظه. المهم عندي هنايا خليتهم بالقشره ديالهم الا واحد البرتقاله هي اللي حاولت نقص منها شي شويه القشره، صافي كنطحنهم بالقشره ديالهم. راه كتكونوا دخلتهم المجمد راه غسلتوهم مزيان، انا كنغسلهم مزيان عاد تندخلهم المجمد، كنجبدهم تنستخدمهم مباشره. صافي كنديرهم، عندي هنا جوج برتقالات مع حامضه، انا غادي ندير غير اطرو تقريبا ديال العصير، نتوما تقدروا تضيفوا اكثر. المهم هنا كندير السكر سنيده على حسب الذوق وغنطحنوا. كيف ما كتشوفوا بعد ما طحنتو هنا انا درت تقريبا 3 معالق ونص حتى 4 ديال السكر سنيده لان كاين الحامض، نتوما كيبقى هذاك الشيء على حسب الذوق ديالكم. صافي كنبدا نصفي العصير ديالي، كيجي واحد اللون منعش وحتى المذاق رائع هائل، جربوه وغادي
تصدقوا بانه راه صراحه كيجي واعر وماشي مكلف. يعني انا هنايا خليت شويه يجيني مركز، راه كان بامكاني انني ندير هاد الكميه وندير كتر ديال الماء ويعطيني كميه العصير كتر. انا بغيت نجي شويه مركز فما بغيتش نكثر الماء. المهم بعد ما صفيت الكميه ديالي كيف ما كتشوفوا، بالنسبه لهذا الشيء اللي كيبقى ليا تقدروا تعاودوا ترجعوه للكاس وتعصروه، طحنوه ثاني من جديد مع حامضه او لا برتقاله، ضيفوهم عليها وعاودوا طحنوهم يعطيكم كميه اكثر. من بعد ما صفيته ودرته في القريعه ديالي كيجي على هذا الشكل، هذا لون رائع، وتخليوه في الثلاجه تيبقى مزيان حتى الغد ليه، ما تتغيرش ليه لوغو نهائيا. الحامض كيبقى محافظ على داك لوغو ديالو وديال البرتقال ايضا. مهم البنات والاخوات، هذه هي الطبيله ديالي المتواضعه، كيف ما كتشوفوا العصير ديالي هو هذا، الحليوات ديالي، الكيكات الحامضه ديجا بارطاجيت معكم، حرشو ملوي، البغرير والحرشه ديالي، هادشي كله ديجا مبارطاجيه معكم. اللي بغى يشوف شي حاجه يمشي للقناه ديالي ان شاء الله ويشوفها ويشوف الطريقه. بالنسبه للبهله هي هذه، صراحه كتجي راقيه وكتجي زوينه في المنظر. كنتمنى تقبلوا عليا وتقبلوا على هادشي اللي وجدت لكم وينال استحسانكم ويعجبكم، ولا عجبكم بطبيعه الحال راكم عارفين شنو غادي ديروا. تخليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم زيونه، وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى تجربوه وينجح لكم، لان بزاف ديال الناس كيعانيوا من سورتو الغريبه ديال البهله، ما كتصدقش معاهم نهائيا، ما كتفشخش كاع مره. اذا بارطاجيت معكم طريقتي، كنتمنى تستافدوا منها. وصلنا لنهايه لا فيديو، ما سخيتش بكم كيف العاده، الى فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.